الرحمن الرحيم. هذا الفيديو يأتي في إطار فيديوهات يعني التي تهتم ب يعني الإجابة عن الشق يعني الثاني من امتحان يعني الرياضيات والذي يتعلق بديداكتيك الرياضيات يعني الخاص بمباراة توظيف الأساتذة أو الأكاديميات يعني بالتعليم الابتدائي دورة 2019. دونك كما تلاحظون يعني هنا في هذه المسألة فوالا الوغ دائما كما اؤكد عليها يعني فيما عندما يتعلق الامر بمساله يجب قراءه المساله واعاده قراءتها يعني اكثر من مره حتى يعني يتم فهمها بشكل سليم. اذا المساله قدمت استاذه بالتعليم الابتدائي لمتعلمين في ماده الرياضيات وضعيه المساله التاليه: لتخزين محصول من زيت الزيتون صب فلاح 125.6 لتر من الزيت في برميل على شكل اسطوانه قائمه اطول اعدتها 4 ديسيمتر. هنا يجب التسطير على الوحدات وارتفاعها هو 1.2 متر. يريد هذا الفلاح معرفه كم سيبلغ ارتفاع الزيت في البرميل لنساعده، دونك لنعطي صيغه اعداد حساب يعني حجم الاسطوانه القائمه وارتفاعها قاش وشعوعها R لنحدد المعطيات الضرورية ومعطيات الغير الضرورية ثم لنحدد ارتفاع الزيت في البرميل. إذا المسألة مفهومة. السؤال الأول: في أي مستوى من مستويات التعليم الابتدائي يمكن تقديم هذه المسألة؟ إذا المستوى دونك هنا يعني يمكن تقديم هذه المسألة بالنسبة للمستوى السادس من التعليم الابتدائي. لماذا؟ لأن التلاميذ خلال المستوى الخامس ابتدائي فقط يعني يتم تقديم المجسمات في الفضاء وكذلك التعريف بحجمها، لكن يعني التطبيق يعني ديال حساب الحجوم يبدأ في السن السادس من التعليم الابتدائي. دونك يمكن تقديم هذه المسألة لتلاميذ مستوى سادس ابتدائي. دونك اعتذر عن يعني فوالا دونك خلاص بون. الوغ حدد اربع مكتسبات قبليه لمتعلم ومتعلمات هذه المستوى يعني لكي يتمكن من حل هذه الوضعيه المساله. فهناك عدد كبير من المكتسبات التي يجب يعني على التلميذ في المستوى السادس ضبطها حتى يتمكن من حساب او حل هذه المساله. اولها التمكن من اجراء عمليه الضرب والقسمه. لماذا؟ لاننا سوف نستعين بالضرب والقسمه من اجل تحديد ارتفاع. دونك مكتسب اخر القدره على يعني اجراء يعني التحويلات اللازمه. قدره على اجراء تحويلات لازمه دونك هنا بين السعه والحجم. دونك هنا عندما نقصد بين السعة والحجم يعني اللتر وكذلك الديسيمتر والمتر مكعب في نفس السويت. من المكتسبات الأساسية كذلك القدرة على يعني وحدات تمكن من وحدات قياس الطول. معرفة كذلك قاعدة حساب مساحة القرص أو الدائرة نفس الشيء بين قوسين فوق الدائرة. من المكتسبات كذلك الضرورية القدرة على فهم وتمثيل يعني وضعية مسألة، القدرة على فهم وتمثيل وضعية مسألة. من بين المكتسبات كذلك من المكتسبات الضرورية كذلك من المكتسبات الضرورية كذلك يعني معرفة قاعدة حساب حجم الأسطوانة.
إذا سؤال الثالث، وضح كيف تدخلت الأستاذة من خلال تعليمات الوالدة في الوضعية لتوجيه المتعلم على منهجية حل هذه الوضعية. دونك فمن أجل حل يعني الوضعية وضعية مسألة، أولا يعني على الأستاذة أو يعني سوف تدخل الأستاذة من خلال إراءة المسألة وتبسيطها لدى المتعلم، إراءة المسألة وتبسيطها للمتعلم، طرح كذلك بعض الأسئلة على المتعلم بهدف تقريبه يعني من الحل، كذلك تذكير متعلمين بالعلاقات الضرورية الواجب معرفتها من أجل بطبيعة الحال حل هذه المسألة. ثم بعد ذلك يعني يمكن كذلك للأستاذة أن تطلب من التلاميذ يعني أو من المتعلمين تحديد المعطيات الضرورية وكذلك المعطيات غير الضرورية، أو تحديد المعطيات الضرورية والزائدة. إذن السؤال الرابع، في إطار العقد الديداكتيكي حدد الدلالة الديداكتيكية لاستعمال الأستاذة لضمير جمع المتكلم، حث يعني المتعلمين على العمل يعني وفق يعني مجموعات. نفس الشيء التعلم وحل الوضعيات في سياق جماعي، وكذلك نجد يعني التعلم بالقارين، إذا فيما يخص السؤال الخامس، استخرج من النص الوضعية المسألة المعطيات الضرورية لحساب ارتفاع زيت في البرميل، المعطيات غير الضرورية. إذا المعطيات الضرورية يعني حجم الزيت V إيجال 125.6 لتر، ثم كذلك قطر القرص أو يعني قاعدة الأسطوانة الذي تساوي 4 ديسيمتر. المعطيات الغير ضرورية، ارتفاع الأسطوانة H كي إيجال 1.2 متر، دونك فوالا هادو معطيات غير ضرورية. السؤال السادس، حدد الصيغة الصحيحة لحساب حجم الأسطوانة القائمة، دونك فالصيغة الصحيحة تساوي الشعاع أس 2 مضروب في بي مضروب في الارتفاع. لماذا؟ لأن الشعاع أس 2 في بي يعطينا مساحة القرص، في الارتفاع يعطينا حجم الأسطوانة. إذا الجواب صحيح بي ولا. إذا التمرين السؤال السابع اطرح نموذج لرسم هندسي تحدد فيه معطيات الوضعية المسألة لمساعدة المتعلم على فهم المطلوب. إذا هنا سوف نقوم بإنشاء يعني أسطوانة سوف نقوم بتصغير الشكل أو مجسم شيئا ما، فوالا. سوف نقوم بإنشاء يعني مجسم للأسطوانة، سوف نبين بطبيعة الحال فيه يعني ارتفاع الزيت وكذلك يعني الشعاع
يعني الدي على اثنان تساوي يعني القطر على اثنان، بمعنى ان ار تساوي من خلال معطيات التمرير اثنان اربعة على اثنان، اربعة مقسوم على اثنان تساوي اثنان ديسيمتر. ثم كذلك الحجم دونك في يساوي 125.6 لتر. اذا باعتبار ان ارتفاع الزيت هو اش بخيم وحجم الزيت في بخيم، فضع علامه امام الجواب الصحيح. دونك من خلال العلاقه السابقه الذكر لدينا V تساوي R أس 2 فوا P فوا H، دونك V حجم الزيت فهو معلوم، R كذلك فهو معلوم قمنا بحسابه للتو. دونك لحساب H سوف نقوم بطبيعة الحال بإصمة دونك H إيكال عفوا H بريم فورا إيكال حجم الزيت مقسوم على R قوس 2 مضروب. اذا الجواب الصحيح هو اش بخيم تساوي في على 2، دونك ونضع يعني علامه في خانه الجواب الصحيح. اذا فيما يخص التمرين الثاني، يعتبر مفهوم العدد العشري من بين المفاهيم الأساسية المدرجة في برنامج الرياضيات في المرحلة الابتدائية، حيث تعتبر الأعداد العشرية أعدادا جديدة ينبغي تحسيس متعلم أو متعلم بطبيعة الحال بضرورتها نظرا لعدم كفاية الأعداد الصحيحة الطبيعية لتدبير الديداكتيكي لجملة من الوضعيات غير المألوفة. كما أن لهذا المفهوم عدة تطبيقات في عدة من المسائل الرياضياتية أو حقيقة من الحياة العملية. يطرح وضعية تجعل من المتعلم مستوى الرابع ابتدائي يقتنع بعدم كفاية الأعداد الصحيحة الطبيعية في حل بعض الوضعيات الحياتية ويدرك حاجته إلى الأعداد العشرية. إذا في هذه الوضعية يكفي يعني على يعني المترشح بطبيعة الحال إعطاء يعني مثال يبين فيه يعني لدى المتعلم ضرورة يعني استعمال أعداد جديدة، بمعنى آخر أن يعني عدم كفاية الأعداد صحة الطبيعية. إذا كمثال بسيط يمكن أن ندرج المثال التالي، أعطى أب لابنيه أحمد وفريد 5 دراهم على أن تقسيمها معا على أن تقسيمها عفوا بالتساوي. إذا لماذا أدرجت هذا المثال بالذات؟ لأن الأطفال وكما تعلمون يعني فهم يعني كل الأمثلة التي يعني تطرح عليهم وتكون مرتبطة بالنقود يعني بالمال يفهمونها إلى حد ما مقارنة بالأمثلة الأخرى. إذا قلت فأعطى أبو لابنه أحمد وفريد 5 دراهم على أن يقتصي نعم معا بالتساوي. إذا فنعم يعني إذا أردنا يعني إصمة العدد 5 فأكيد يعني جل التلاميذ سوف يجيبون ب سوف يكون نصيب كل تلميذ درهمين ونصف. إذا لماذا؟ لأن نظرا يعني اعتيادهم على استعمال المال فجل التلاميذ سوف يجيبون هون ب نصيب كل واحد هو درهمين ونصف. هنا يعني يظهر جليا للتلميذ ان درهمين ونصف، دونك درهمين فهو الجزء الصحيح، درهمين الجزء الصحيح، غير اننا نعرف في هذا المثال لدينا درهمين ونصف بمعنى يعني ضروره الى وجود او الى يعني استعمال اعداد جديده
من اجل يعني حل هذه الوضعيه او تفسير هذا العدد. دونك هنا يعني سوف يدخل بطبيعه الحال الاستاذ او الاستاذه لكي يشرح ان يمكننا كتاب ديال هامين ونصف على الشكل 2.5. دونك با با 2.5 فهو ليس بعدد صحيح، دونك نسميه عدد عشري، وهنا يكون مدخل يعني الدرس لدى المتعلم. إذا سؤال ثاني، أذكر هدفين لمفهوم العدد العشري يستهدفهم برنامج الرياضيات بالمستوى الخامس ابتدائي. إذا فبرنامج الرياضيات يستهدف يعني إن صح التعبير كل ما هو مرتبط بالأعداد العشرية بدءا من كتابة الأعداد العشرية وقراءتها عدد عشري وكتابته. دونك هدف أولي بالنسبة للتلميذ في المستوى الخامس ابتدائي بطبيعة الحال. نفس الشيء مقارنة الأعداد العشرية كهدف آخر يأتي مباشرة بعد قراءة وكتابة العدد العشري. بعد ذلك ترتيب الأعداد، ترتيب الأعداد العشرية. طب بعد المقارنة تأتي أو يأتي هدف ترتيب، ترتيب الأعداد العشرية. بعد الترتيب يأتي الجمع وبعده الطرح. دونك سوف أجمع الهدف، الهدفين في هدف واحد. دونك جمع وطرح ثم هدف آخر بعد الجمع والطرح. دونك أظن أن المسألة بسيطة ويعني كلكم على علم بها. يأتي يعني هدف يعني جداء، حساب، حساب جداء عددين عشريين، حساب جداء عشري. إذا السؤال الثالث، حدد امتدادين لمقارنة الأعداد العشرية بالنسبة للخامس ابتدائي. إذا فدرس الأعداد العشرية نسبية له عدة امتدادات بالنسبة لهذا المستوى، نذكر من بينها إذا أولا ترتيب الأعداد العشرية. ترتيب الأعداد العشرية هناك كذلك ترتيب النسب المئوية، ترتيب النسب المئوية ومقارنتها. إذا الآخر وهو تنظيم معطيات في جدول أو تمثيلها، تنظيم معطيات في جدول أو تمثيلها في مبيان، تنظيم معطيات في جدول أو تمثيلها في مبيان. ثم بعد ذلك قياسات الأطوال، قياسات الأطوال، المساحات والحجم، والحجم. دونك هذه هي بعض الامتدادات يعني مقارنة عددين عشريين. إذا فيما يخص السؤال الرابع، اعطي نشاطا بنائيا بالنسبة للرابع الابتدائي يستهدف تمكين المتعلمين والمتعلمات من التعرف على كيفية مقارنة عددين عشريين. إذا السؤال الرابع، اعطي نشاطا بنائيا بالنسبة للرابع السنة الرابعة الابتدائية يستهدف تمكين المتعلمين والمتعلمات من التعرف على كيفية مقارنة عددين عشريين. إذا في هذا النشاط كذلك يستحسن يعني إعطاء يعني تمرين مرتبط بالثمن، أي مثلا نعطي أثمنة بعض الكتب المدرسية، بعض الكتب المدرسية، وبعد ذلك نطرح الأسئلة التالية. إذا السؤال الأول، ما هو ثمن أغلى كتاب؟ نفس الشيء، ما هو ثمن أرخص كتاب؟ وكسؤال أخير يمكن أن نطرح السؤال التالي، رتب الأثمنة، رتب هذه الأثمنة، رتب هذه الأثمنة من الأرخص
إلى الأغلاق. فقط ملاحظة، يعني يجب الاقتصار على أثمنة مثلا 4 أو 5 كتب على أقصى تقدير، وأن يكون الأعداد يعني مكتوبة على شكل مثلا على الشكل دونك فوالا 10.60 درهم مثلا فوالا تفاصيل 18.20 درهم. ممكن أن نضع كذلك مثلا 8.85 درهم، وممكن ولا أن نكتفي بهذا المثال فقط، يعني 9.90 درهم. يمكن بطبيعة الحال أن نعطي أسماء لبعض لهذه الكتب، مثلا هذا الكتاب سوف نسميه يعني اللغة العربية، مثلا الرياضيات، مثلا التربية الإسلامية، ثم النشاط العلمي، وهنا سوف يعني يذكر المتعلم اسم الكتاب. إذا السؤال الخامس، أثناء الاشتغال على عملية ضرب الأعداد العشرية وترتيبها ومقارنتها بينهما بالمستوى الخامس ابتدائي، كانت إجابات بعض المتعلمين كالتالي: إجابة أحد المتعلمين في الترتيب ومقارنة الأعداد العشرية ب 7.6 أصغر من 7.12، إجابة أحد المتعلمات في عملية الضرب الأعداد العشرية 0.2 في 0.2 تساوي 0.4، دونك حل الخطأين المرتكبين موضحا المصدر أو مصادر الخطأين المرتكبين. إذا بالنسبة للحالة الأولى، دونك 7.6 أصغر من 7.12، دونك هنا المتعلم لا يدرك أولا مفهوم العدد العشري. لماذا؟ لأنه يعتبر هذا العدد يعني هو كعدد صحيح طبيعي، لذلك هو أرنا 76 مع 712، دونك لا يدرك مفهوم العدد العشري. من جهة أخرى يتعامل، فهذا التلميذ فهو يتعامل مع الجزء العشري، طبيعة هذه العدد العشري مثل العدد الجزء الصحيح، هو يتعامل مثل الجزء الصحيح. لذلك نجد أنه أمر بمقارنة 6 مع 12، فكانت النتيجة يعني هي 7.6 أصغر من 7.12. أما فيما يخص مصدر الخطأ الثاني وكذلك يعني مضروب في 0.2 تساوي 0.4، فهنا المتعلمة دونك من جهة فهي لا تتقن أو غير متمكنة من تقنية ضرب الأعداد العشرية، من جهة أخرى فهي لا تدرك منهجية التعامل، منهجية التعامل مع الفاصلة. بطبيعة الحال في جداء أو أثناء أو في حساب جداء عددين عشريين، فوالا. إذا السؤال الأخير، قدم طريقة يعني توجه فيها المتعلم إلى إدراك الخطأ الذي ارتكبه وتصحيحه. دونك هنا يعني على يعني المرشح
أن يعني يذكر ما يلي. دونك تعريف أو التذكير. دونك التذكير بالجزء الصحيح والجزء العشري في الأعداد العشرية مع التذكير كذلك بقاعدة مقارنة عددين عشريين بطبيعة الحال وإعطاء شرح مبسط من خلال طبيعة الحال من خلال أمثلة حتى يتمكن المتعلم من إدراك خطئه وتصحيحه فيما يخص الحالة الثانية نفس الشيء شرح يجب يعني على الأستاذ دونك شرح تقنية حساب جداء عددين عشريين مع التركيز على كيفية التعامل مع الفاصلة في الجزء ودائما من خلال إعطاء أمثلة ملائمة تمكن المتعلمة دائما من اكتشاف خطئه وتصحيحه بطبيعة الحال يمكن إضافة يعني مجل النقاط التي يعني تتمحور على نفس النقطة. إذن بهذا نكون قد أنهينا تصحيح هذا يعني الجزء من امتحان الرياضيات مع متمنية دائما بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.